دكتور حبيب استيتي، استشاري أمراض السكر والغدد، مستشفى المواساة الجديد. مثل ما بتعرفوا أنه تعتبر دولة الكويت من أكثر 10 دول في العالم من حيث الإصابة في مرض السكر من النوع الثاني. بالنسبة لمريض السكر، كيف بده يتعايش المريض مع حالته؟ أول شيء لازم يجي زيارة الطبيب أقل شيء كل 3 أشهر مرة، وفي زيارته للطبيب مفروض يعمل تحاليل دم دورية كل 3 أشهر، ومفروض يعمل تخطيط للقلب، ومفروض يشيك على فحص الدوري للعين كل 6 أشهر، وفحص الشبكية حتى يوصل لدرجة أنه ما يصير معه مضاعفات على شبكية العين، ويعمل فحوصات دورية كل 6 أشهر للقدم للبحث عن اعتلال بالأعصاب الحسية أو إذا في انسدادات بشرايين الأرجل. نحن بننصح المريض بالالتزام بنظام غذائي صحي رياضي، بمعنى ممارسة الرياضة على الأقل المشي يوميا لمدة ساعة، وتناول وجبات صحية، والانتظام بأخذ الأدوية اللي وصف له اياهم الدكتور.